الفنانة رانيا فريد شوقي اللي موجودة معانا على التليفون، اللي لازم أرحب بيها طبعا وسعيد بأنها موجودة معانا. أستاذة رانيا، ايوه أهلا بيكي، إزيك؟ أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيبة أولا. وحضرتك طيب، وكل المشاهدين في كل مكان يا رب بخير دايما. الانضمام لعمل زي المداح مريح للفنانة والممثلة اللي بتنضم له، ولا تحدي لأنه موجود وحقق وجود وهي عايزة تبقى جزء من نجاح أعلى بالنسبة له؟ بالظبط، هو تحدي طبعا، لأن أي ممثل لما بيخش مسلسل لسه يعني ملوش أجزاء وبداية العمل بيبقى موضوع النجاح ده مش معلوم يعني، أيوة. لكن لما بتخش جزء ناجح وجزء تاني ناجح وداخل على التالت طبعا بيبقى عندك تحدي انك تكون من ضمن الناس اللي نجحوا، يعني بتبقى عايز تثبت وجودك اكتر كمان. طبعا الصور اللي طلعت على مع بداية الترويج والإعلان عن المسلسل عملت جدل، وانت عارفة السوشيال ميديا دلوقتي بتهتم جدا بردود الأفعال، بتهتمي بردود الأفعال دي ولا لا ما بتهتميش بيها؟ مش دايما مش دايما يعني، عشان في النهاية هي الناس الشخصية مش صورة، يعني الناس بتحكم على أي حاجة. يا جماعة ده عمل فني، يعني عمل فني لسه لما اتفرج عليه تقدر تحكم، الحكم لكن بعد المشاهدة زي الحكم بالظبط بعد كده. المداولة كده. ايوه والله دي حقيقة، ما أيوة. ينفعش انك يعني من الصورة ده ايه ده اللي عاملينه، مش لما تعرفوا القصة ايه والحكاية رايحة فين والموضوع ايه فعشان كده مش بركز قوي يعني. ركزي في الشغل هو الأهم، وبعد كده الحكم بعد المشاهدة. ايوه ده صح. لازم جدا، لان في شخصية وتركيبة وقصة وحدوتة، يعني مش موضوع صورة وخلاص. احنا بالتأكيد هنبقى سعداء بالنجاح ده للجزء الثالث اللي حضرتك هتبقي جزء منه، وهتنورينا برضو بقى ان شاء الله، ان شاء الله اكيد هنسعد باذن الله يا ونتشرف. رب، يا رب ان شاء الله يعني النجاح للجزء الثالث، واعتقد ان ده لانه مختلف ومتجدد وفي نجوم كتير جداد شاركوا في الجزء الثالث، فيعني اكيد الموضوع هيبقى حلو ان إن شاء شاء الله الله، يعني. إن شاء نتمنى. الله، بالتأكيد إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني، ونتمنى اشكرك جدا التوفيق ميسي، دايما وفعلا مع يبقى فيه نجاح السلامة. كبير للعمل. شكرا جزيلا أستاذة رانيا فريد شوقي.